أفضل عصير طبيعي ممكن نتناوله بعد الإفطار، وهو كأس من الماء، ملعقة كبيرة من الخل الطبيعي، وملعقة من العسل أو قليل من محلي ستيفيا نفيس كالوري حسب الرغبة. فهو مفيد لآلام المعدة، مفيد لمشاكل القولون العصبي، مخفض للضغط، منظم لضربات القلب، مقوي لجهاز المناعة، مخفض للكوليسترول والدهون، وبالفعل راح يكون مشروب وراح تحبوه بشكل يومي.